يعني برأيك المعالجات السريعة مثلا شنو برأيك في هذا الوضع الموجود الآن؟ خلي أركز لك على يعني آيتم محددة أو مشكلة محددة اللي هي مشكلة حملة الشهادات العليا. لكوني كنت على طبعا قرابة وصلة قريبة بالشباب هؤلاء من خريجي الدراسات العليا في الجامعات العراقية باستمرار. فنحتاج إلى إعادة النظر في مجمل العملية التربوية للدراسات العليا في الجامعات العراقية في الواقع. هذه واحدة من المشاكل الحساسة اليوم اللي نعانيها، وهي التي فجرت في الواقع هذه التظاهرات التي تشهدها بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية. الدراسات العليا في الواقع هي امتياز وليس حق، لكن المشكلة التي أوجدها الدستور بأن جعل التعليم مجاناً أو العملية التعليمية مجانية من رياض الأطفال إلى الدراسات العليا، وهذا لا يوجد في أي بلد من البلدان سوى في العراق.